وتقول ما عباد الله سدوا لتحت باش يطلع الماء لفوق. وعباد الله سكنة هذه سكنة لا ماء لا ضوء. وعباد الله وتقول ما عليك لاباس ما هذيك الكجيفه ديال السعديه ديما ولدها حقر لي على بنتي ملي مشيت بغيت نشكى منها كاع داك كتصلصل عليا ولكن كنت بغيت نشطب بها لك ولا فرقونا في السوق. ما هذيك الوالده الله يعفو عليك من هاد المضربه مع عباد الله في السوق. كيفاش الله يعفو عليا مالك شتني مشى رقع حوايجي من حقا تجي باش شبعتي باك الله يرحمو كترضاو بالدل وكتسميوها حتى درويشت بالك يحيد عليا انت. انت جلسي مقاده وكولي. عندي محاضرة مهمة وخاصني نوصل لافك بكري. إيوا تسنيني أنا غادي نزل نوصلك. لا بلاش غير دور معايا والله يسامح. دور معاك، بغيت تمشي في الطوبيس. هذيك القرطيطة، تسني خوك حتى وصلك، أولا توحش هذاك القريص ديال الطوبيس ها. ميرسي. خسرتيها. 50 درهم. ما نسيتي والو. بركة. أرا في حاجة. تا 20 درهم. وين وليت الله يرضي عليك؟ لا هادو فلوس المازوت امي، هانتي راه ما بقى عندي والو بقات 10 دراهم هايا. واخا وليت الله يرضي عليك. فلوس المازوت امي. ندير انا المازوت ب 10 دراهم الوالده. وانا جلس الجيعان. كل والهيوش. انا نمشي ندير المازوت بالفاتحه. هانتي مولتي سيري مع خالتك سيري. سيري حبيبتي. سيري العافيه. سيري تشري لك الحلوه وتشري لك الشوكولاته. عسير المهم تيسيري انا غنجي عندكم عسيري سيري صافي طلقيني. صباح الخير يا صباح. صباح الخير. ياك ما كاين بس لا والو بلا مسكينه جات تشوفني هاد المراه. جات تشوفك لاباس؟ لا حول ولا قوه الا بالله. سمحي لي يا حبيبي انا زربان عرفتي راه تابعني واحد البوايج خصني نجيبو من المطار وتعطلت عليه. لاباس لا تعنيقه. واش انت ضربك الله ولا حماقيت واش غنبدا نبوسك من عندك وسط الناس؟ واجي بعدا نزلنا في المشروع ديالنا كاين شي ولا الفرش. هذيك الطوموبيل راه الكادي ما حيلتي ليها كطيحهم با ما حيلتي خصني ندور مع الجدرميه ما حيلت راه تهلكت ولكن انا متاكد ان ربي سبحانه وتعالى غيصاوب غير كوني لا 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 ما باينش ليا في هادشي. كيفاش ما باينش؟ فاش كان؟ ويلي عباد الله تمسنين احنا بالطوموبيل راه ماضيت انا. كدابا كتخوتي دابا ربي غادي يسهل غير الحمد لله. شوف شوف ضحكي ليا باش ربي يسهل عليا ويدوز النهار واعر. يلا ضحكي لي ضحكي. يلا خالد اش داكشي صافا؟ صافا الحمد لله. شنو داخله خارجه شنو؟ عرفتي شنو شدو لي الدريات وخاص نمشي نخرجهم كوميساري عاوتاني. وما تقوليش ما تمشيش معايا. واش انت يضربك الله؟ انا عندي كورسه خصني نمشي نجيبها من المطار اللي تعطلت. شنو؟ اخبارك؟ كانت عندك همزه وكنت غندور معاك بلبيه ساعه خساره. وهذوك الفلوس ديالك كوليهم انا ما كناكلش منهم الله يعاوننا يعاون. وصلنا اش فيها؟ لا الطاكسيات عطاهم الله وزيدون فوتي عليك راجلي. راجلي؟ راجلك فوتي عليك راجلي اش واقع؟ مين زاد عاد سميه؟ بنادم كي دايره لك النار كي دايره؟ شناهي؟
خليتينا معلق مع ربع ما جيتي تل كان خويا خليت الدار وما خلانيش نخرج وانا هما نوط الحدرام كنت هذا نصيبات شو جدي بلاتي كرمت بالبرد وي نصيبات انا طاح لينا فوق دار بارك الله عليك هذه المحاضره اللي زربانا غادي تجري لها خالي يلا 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 نوصلكم يلا كتا يلا زيد يلا السلام صمت شريك الدريه هي اللي عنده دم جوفي خاسروا عليها الا درتي معاها هكا ولا هكا راه حساب غيكون معايا كتفهم والله لا سي خالد راهي بحال اختي بحال اختك وبغيت تبقى ديما بحال اختك مفهوم يلا سير الله يشحكم لا لا انا جاي الحمد لله حسين شدرتي لي حقا داكشي لقيت لك مولاي بارفان غادير معاك ريدكسيون دو 20% ولا بغيتي تدافع بوراك عارف منى شحال مره قلت لك ما تعاوديش تهضري معايا في هذا الموضوع وخلاص علي باي مالها كلخه عارفه شنو راه تسكن تسكن ها واحد الشرف غيموت على غير تسطا دوماج خالد السلام عليكم راني طايح من البان الله يرحم بها الوالدين فينا واحد التريزير لا تشوف لا تشوف معك صاحبي ويلي انت انت يا ما صافي طاح الطوموبيل ما عنديش الفيرا ولا شنو المشكل اللي عندك دابا انا المشكل عندي واحد السيده الله يخليك بغيت كديها لي الله يرحمها ايوا هذوك غندير ليهم انا نديهم انا نديهم انا خويا والدريه مقربنا شويه كلها فلوس سخناك بالله كاين ما كلها فلوس يلا سير انا نهزو الباكاج وانا غنشوف كيفاش نسالف لك الاخرين يلا صافي صافي جعبه ولا ما جعبه طلع انا بغيت نبقى كتقلب على الجعبه عندك فلوس الزعبه يلا زيد انا غادي من الحوايج لا 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 مدام لا لا هذا راه هذا راه كنعرفو كونفيونس بحال خو خويا واخا شي وصلك بحال هكا وصلك والناس اللي معاك انا ما ركب مع حد لا 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 غادي نهبطو وما غتركبي انت غيكون يعني غير تفضلي معنا تفضلي زدام مدام انا غنتكلف تخافيش تفضلي تفضلي مدام انا شوف اعطيني شوف مدام اكوني هاني اعطيني جوج دقائق انا غادي نفهم مع الناس انا وصحابي العائله هادو غنقول لهم نزلوا وانت غادي تطلعي ما كاين حتى مشكل كاين حتى مشكل واخا سيدي تفضل عليك حاليا ما درتي فيها ما يدارش اكسكيوز مي اسمحوا لنا الاخوان لازم تنزلوا بو اوت عندنا مراه حامله غتولد ارجع ما مشكل المراه حامله خصها تولد دابا تفضلوا 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 حولينا تفضلوا الاخوان اسمحوا لنا السيده حامله تفضل الله يعاونكم تفضلي مدام تفضلي عائله وحده اصحابنا تفضلي مرحبا تبارك الله عليك مدام
سمح لنا على الطوموبيل ماشي قد المستوى، ولكن اللي عطى الله السوق هو هذا الطوموبيلات في المغرب وما هذا مع الحفاري وداك الشيء. غير والله يخليك بغيت نفسك الى حبس لها شي بوليس ولا شي حاجه قول لي مراكي بنت خالتي ما تقوليش راكي كليانه حتى عرفوني خطف يديو لي الطوموبيل الفوريير. شوف عفاك اخويا ما خصنا مشاكل، اي ستاسيون ديسونس حطني فيها. لا 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 ما عندكش تخافي، شي لاباس الطوموبيل يعني اون ريغل الوريقات كلشي مقاد، غير هو باش الواحد ايفيتي وصافي. واش غادي ندير انا دابا قلنا زعما الواحد يدبر على راسو هكا والله ما كل يمشي خون فوق راه ديبلومي راه غير الزهر ما كاينش. قول لي يا مدام وي واحد الطوموبيل راه بانت ليا تيجيب لي الله بانهم تابعيننا. واش كتعرفيهم تابعيننا ولا جاب لي الله تابعيننا؟ حتى حد ما تابعنا ما نعرف انا عرفتي واش غندير باش نتاكدوا تايبان لي غادي ندير واحد اللعيبه ونشوف واش تابعيننا نيت ولا ما تابعيننا شي. شدي راسك معايا الا داروا معنا عرفيهم راه تابعيننا غندور مع هاد الزنيقه الله تايبان لي مادام هادو تابعيننا هادو دابا هاد لي مطرا ولاو الشفاره حاضرين غير هاد الشيء ها كيبان لهم شي واحد جاي من الخارج ولا شي حاجه كيطيروا عليه ولا كيخونوا بالطوموبيلات. شدي راسك مادام ما تخافيش غادي غير نشوفهم واش تابعيننا ولا ما تابعيناش. ما تابعيننا حتى شي حاجه ما تخافيش يا مادام. كيفاش ما تخافيش اسيدي حطي اسيدي اسيدي حطي ما تديش على الباب الباب راه واخا كيبان لك يتحل راه الطوموبيل ريقل مزيانه. عرفتها انتيردي ولكن غير باش نشوف واش هما دايرين تابعيننا ولا ما تابعيننا شيء. صافي هزم الماء ما عرفوناش منين دزنا كاع قربنا عفاك قربنا للوطيل ديالك هذا. ونتمنى الله انك توزي احسن سيجور عندنا مرحبا ولا احتجتيني في شي حاجه الخدام ديالك خالد ها انت هلاكار عيطي لي وقت ما بغيتي في الليل بالنهار 6 الصباح 7 العشيه وعرفتي راه الكونفور والسوقات ما تخافيش راك شفتي على عينيك مرحبا خالد. نعم مدام سعاد. مدام سعاد تبخل على مدام سعاد الله يحفظك. لا لا مشرفين بالزياره سي رمزي وقتاش غادي تجي الطياره؟ غتلقاني انا في الاستقبال ديالك الغدا حتى هو عندي في الفيلا ان شاء الله طريق السلامه. بغيت غير نعرف واش هو اللي فلتكم ولا انتم اللي فلتوه؟ لا هذه كانت عارفه باللي حنا كنا مراقبينا داك الشاش اللي ما خرجت من المطار في الوحده الطاكسي حتى من بعد عاد مشيت ركبت مع الشيفور اللي هرب بها. الشيفور اللي هرب بها ما يمكنش الواحد يعول عليكم هذا بلاش خدام معاه. وخديتو النمره ديال الطوموبيل بعدا؟ لا بسي كاين هاي خليها معاك وغادي تتصل ليا من غدا ها غادي تتصل في السيرفيس دي كارت كريز باش نعرفوا شكون هو الصالوبار هذا. وانت طلال غادي تتصل بصاحبنا في البوليس باش نعرفوا اش من وطين نازله. يلا كل واحد يشوف شغله. بلا ما نعاودوا الهضره غادا تزوجي بيه وتسافري معاه لاوروبا. ولكن بابا انا بغيت نكمل قرايتي. ما يمكن ليك تكملي قرايتك بابا. ما كاين ما بابا انا اللي عارف مصلحتك فين ومع من. اسمعي يا بنتي كلام باباك هو عارف اش كيدير راه باغي يطمئن عليك
لي باكاج مدام. ميرسي. فوالا جو فو سوات بون سيجور. ميرسي. I received the report from the Italian police that Suad's husband was murdered by this guy, Jason Prick, professional killer. We are searching for him such a long time, and now he's here in Morocco. We don't know why he killed Suad's husband and the relationships between the two cases. ده قانون المافيا. قانون المافيا العالمي. سعاد كانت متجوزه من واحد كرش واسع قوي، كان طموحه كبير، كان بيشتغل مع ارهابيين من كل دول العالم، كان بيورد للارهابيين دول الاسلحه، كان معاه تليفوناتهم وعناوينهم. هدف الارهابيين دول هو تدمير شمال افريقيا، مش شمال افريقيا بس، لا الوطن العربي كله. رمزي كان واحد من الاباطره دول. المافيا العالميه لما حست ان جوز سعاد كبر قتلوه، لكن ما قدروش يحصلوا على المستندات، لان المستندات دي كانت مع سعاد. عشان كده احنا لازم نوصل لسعاد دي باقصى سرعه قبل ما اي حد يحاول يوصلها. احنا بدورنا مستعدين باش نتعاونوا معاكم ونقدموا لكم جميع المساعدات، لان المغرب بدوره عانى وكان ضحيه ديال الارهاب. أنا متشكر جدا يا فندم على التعاون. Thank you very much. مرحبا مرحبا بالسي رمزي. حبيبي. كنت غادي نمشي لك للمطار. الطيارة جات بدري، رحت للأوتيل غيرت وكيت. ولاش مشيتي للأوتيل؟ ودار تبارك الله قدا قداش. معلش، أنا أخذت مواعيد كتير أصلا في الأوتيل مش مهم. المهم أنا مش عايز البنت دي تغيب عن عينيكو لحظة واحدة. ما تخافش، احنا ما ضيعناهاش، احنا عارفين الأوتيل اللي نازلة فيه. جميل، البنت دي خطر علينا قوي، خلي بالك. الرجال ديالي قادرين يوصلوا ليها، وإلا بغيتي يصفيوها ليها. لا عين شافت ولا قلب وجع. لا، المهم هي تعرف إن أبوها مات وراح خلاص. هي عارفة ومتأكدة بلي بها مات وحضرت لجنازته. تفضل نتغداو. وانا جيت قاصدك بغيت بغيت مزال واحد سكين. ثم طلبت لي الموجود وراني خايف. كوني هاني من داك الخدامات اللي قلتي لي كوني هاني راه وجدتهم لك. وحده عندها 10 سنين وحده 11 عام. اما قين صغار ديري فيهم اللي بغيتي. اما تنسانيش انا. عمرها معلم ما درتيش لك. ماشي علاش جاب 4000 درهم. الله يعاونك. انت شوف قول لي هذاك بوح يجيب 2000 درهم وهذاك يجيب 1500 درهم سنه عنده قول لي كل شيء 6000 درهم ولا خليني نديهم ضرب غلف لي. لا لا. وخايف لي يريبوا لي والفليسات يمشيوا لي. هو اللي قال لك يريبوا لي. انت كيفاش يريبوا لك؟ يلاه جيب داكور جيب 5000 درهم. المهم كامل تكتب براسك منك اليوم 5000 درهم على 3 هي 1600 درهم و 200 درهم ديالي ياك. انت ما كريسكيش معانا انت تسير تريح راه كنا دريت الباي عرفت نزرعوك الشحيمه. اما دابا انت راه ولفتيها بنتي ليا. والله ما فهمت اخويا المقص هذا راه ولد مدرسه راه غينفعنا راه ما مشبوهش. مين انت ولد مدرسه؟ دابا حنا ملي نكونوا في التيران تبقى مورانا كنجي تباسينا للدوار. انت انا شكون؟ انت المقدم. يولي كيقول المقدم كيقول البلاد المخزن والمقدم الشيخ ديالي القايد ديالي حتى من البرلمان ديال المنطقه ديالي. هاو تقول لي خايف؟ كريم كريم خويا خالد راه مزيان. سيري خويا خالد. غنوصيك حاجه. اما هي؟ غتدخل سلعه باللي. نعم وتبني باللي وتجي باللي وتبات باللي والصباح تنشر حويجه. ونزيد لك واحد القضيه. اما هي؟ شهاده السكره اللي واعره. غنديرها لك على حسابي وفيها 10 سنين ديال السكره. وبارك الله فيك كبير متاو. ايوا بارك الله فيك. اوي السلام عليكم. محمد سيمو فينا بدي خالد صبلي واحد والله ويلي خالد ويلي جي نتقالو. ايوا قوس قوس هو الشيء اللي مقابلين في الدرب تقواس الكواسه كانت عندك اليوم مقبل بحال اليوم بعد. دابا علاش درتي معايا في جعبتي؟ فين جعبتي؟ ديال ديك الساطير اللي عطاك خويا داك البغال ديال خويا في لوطوروت. اش درتي معايا في جعبتي انا؟
خوك عطاني والتمالك كيفاش انا مالي ورانا مون طاكسي انا رانا مون طاكسي بغيت تعلموا الكريمه تا هو قول لي اجي باش نقسم معاه دابا شنو بغي دابا تشوف لي ديك الشوبه بحال باغي دير لي الصابونه البريكور ديالي غتعطيني جعبتي طرتي نزلتي غتعطيني جعبتي شرب قهوه على حساب مسير شرب قهوه دابا انا باغي دابا تدير لي السكاته بالقهوه دابا ولا شنو وصافي جلس قدم صيفطي ليا راه بالصباح وانا نقلب عليك هذه الوصيه اللي وصيت عليكم راه يلا جيت اشنو كاين باغي الكورسه ها ودي واحد سيدي على السكينه بغيت كدينا على دينا عند الحاج بشعيب البرلمان بسرعه دابا انا نطلع السلعه وانا سيرو خليني تهز صافي على حسابي يلا طير هوسي خالي ماشي كي درتي لي حطيتي لي هاد الصباح الناس في الطريق كي درتي لي ومال انت حالك انت ومال مخلص السياحه يدخلوا للبلاد وخلي جاي تمشي قلبك على الاقتصاد الوطني سي سي جلس شرباتي ديالك سير انتما راه غتزعفوني ما بقيتش انا كاع نشري لهاد القهوه شري القهوه بناقص كاع منا الله يعاون القهوه عندك مع الحساب خالي مالك على هاد الضربه واش خالي جاي أجيت شوف هذا أخوتي أش هادشي؟ شتي؟ غير ضحكتي ليا وجاب الله التيسير ومازال فليسة تا هما نعطيك حقك فيهم شنو هو داكشي؟ هادشي للدار أو اللي كاين هنا كاين هنا ولدي غادي نجمع يدي ونجمع راسي باش نتزوجو هو بكري درنا لا ميزون ياك بغيتي دابا أنت تاكلي وتشربي وهما اللي يدوقوا لهم أنا راه مي خوتي ما كنفرجش فيهم شتي كاع بقيت تعلك ليا بحال هكا عرفتي غنديرو أنا ديك الطوموبيل اللي بيناتنا كاع غنفرقوها تولي رزقك تيوصلك والله يعاوننا ويعاونك والله راه غادي نحلف لا 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 عافاك صافي بلا ما تحلف وأنا عارفك إلا حلفتي راه ديرها صافي إوا شتي ما بقيتش تنرفي أنا صافي ما نرفيتش عرفتي يمكن أنا ما عجبش عليها الحلو هذا هو خويا ليدو هذا السي خالد عمي حشم بينا اش من عمي يعطيك العمر حشم بينا واش الدرب حاشا انا كنت كنقول اش حاجه فودنا الشيطان عمي والله ما كنا كنت كندوي ليها فودنا حيت عندها هي بنتك غدا وكتسماك مع هذا ولكن والله القسم ما كاين شي حاجه شوف بابا شوف شوف بابا جاب ليا وتجيك في الراس اجبي نجا والده تجبي عمي راه ما كاين لا شو هلا والو انا راك عارف بانني خاطب على سنه الله ورسوله وهذه 8 سنين باش قرينا الفاتحه ديالك كتقول لها بوجهك حمر وهذه راه خطبه بيريني وبيريني عباد الله واش هوتيني راه وسط حمر سيتي من بعد غادي عمي عمي ويعطيك العمه شاف عجبك الحال دابا ما ديماش معان فيها معيون هكا صافي عافاك عافاك ما تقلقش منه راك عارف هو كيفاش داير ما تقلقش عليه وانا نقلق على راسي دابا بغاش تقاد لا سكنة لا والو عايشين في الفقر ربي سهل دابا ربي سهل الله يعاونك خوخا صافي ما بقايش تقول لي بحال هكا يلا صافي دخلي خوخا صافي دخلي 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 عايله كي دايره موي بونسوار زين الخواتك صافا تقري هذاك الشيء غادي مزيان الحمد لله وانت منين جاك هاد جديه تبارك الله عليك بهكذا نبغيكم تقراو ليا وتخرجوا شي حاجه باش داك التمره اللي كنضرب ما تمشيش في الخوا المهمه انا شتي الدعوه ديال الخير ديالك تبارك الله على العزري البكري ديالي مصدق الجيران ومخر مو خوتو الواليده الله يهديك هذوك راه ماشي الجيران هذيك راه خطيبتي هذه 8 سنين وراه تقريبا مراتي خيت ما عطاش عجبك فيها انا والله كون ساعفتيني يا وليدي كون خليتيني نمشي نخطب لك سبحان سين لي بعد ايه يا وليدي تبارك الله عليها كدير ثلاثه الفواياجات للشمال ايه وكتفور فيه على السوق كله فهمتي كتعمرو كله فولارات وعندها واحد البلاصه قدها قد الخلع ياك إيه؟ انا نولي في اخر ايامي مجهوج بسين ديباد ونهز ياسمينه والدراري ونبقى نقلب علينا في الكيران الله يعاوننا انت راك حماقيتي وفين غادي دابا انا غادي داير مع المقدم عندي معاه شي خدمه الله يعاونك اياك داير بحالك بحال باك الله يرحمه كلامي كيجيكم ثقيل على وديكم احيانا ايوا تبع هذيك تبعها راه غادي تفروا لك بالبصاره ماما كريم راه ثالث
والله يعميها لك. الو منى صافا؟ لا راني غير في الدار دابا. جبتي لي بعدا معاك داك الشيء؟ واخا انا جايه. فين بعدا؟ بعدا صاحبتي. المهم انا جايه عندك تمشي صافي. اوكي يلا توتا لوغ ما شيخ نجي. باي باي. هاي هضرت معاها. هاي جايه هي اللي درت وصلت لك البلاصه اللي بغيتي. مي 1000 درهم ديالي نعرفها مضمونه. ما تعودش. ماما ماما انا نمشي لسيدك. هاد الوقيته ندير واحد لتحت ونجي للزربه. الزربه هذاك اخوك يلقاك في الزنقه. انت تسنى انا هنا زيد اولدي الحاج. شوف اولدي ابو عزة انا راه جبتك الراس العين. هذا هو الحاج بشعيب البرلمان. ترى معولك راه الدار البيضاء كلها ديالو. ترى معولك بارك الله فيك. واجمع راسك ياك ناضي. معولك. ايوا تسنى انا نغوت عليك. قال لي كلشي ناضي كلشي مصاب. ها هو نعم سيدي. نعم سيدي انا بغيت نسكن الوليدات وبغيت نسكن والحاله ضعيفه وما عنديش. شنو قال اخي؟ ناضي ناضي كلشي ناضي. وفين كلشي؟ يلاه بالي عطيك. هذا شنو هذا هو الدور؟ تا شنو هادشي هادشي هو اللي دايرين؟ انا نسكن الوليدات ونرتاح ونسكن انا كالناس وما يكون خاطرك نعم سيدي. الله يزيدك. على حسابك على حسابي نعم سيدي. هذا ضامنه انا يا نعم سيدي. يلاه طيح لي على كتافه. الله يطول لك العمر. الله يطول لك العمر. الله يخليك وليدك. الله يخليك وليدك. اجي انت ما هضرتيش مع البقعه ديالي يا صاحبي. اوليدي يا خالي منين تجمع راسك وتكون ناضي هنا معك. ولكن سد فمك. كون هاني المهم انا البقعه ديالي ناخذها وصافي يلا طلع. بغيتهاش ما عندي ما ندير بها. ما خايفين مني شنو خصك شي حاجه نعطيها لك. تقول شي انا راه شحال هذه وانا تنسى. الله يهديك ربيعه. ربيعه 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 اش مالك ياك لاباس؟ سرق قلبك على شي وحده اخرى. ما انا ما صلاح لكش. اجي فين غادي الو شنو هذا مالك؟ وين بو حميده؟ صافا خويا؟ نعم؟ ونهار ديال المخزن هذا ياك ما كاين باس. دابا فين انت كاين؟
أعطيني 5 دقائق أنا معك. مالك يا سوري بس غير ملي عرفت الدريه اختك راني اتصلت بك بالهاتف. مالا شنو وقع لها؟ شنو وقع لها؟ والو غير لقينا مع واحد السيد في الطوموبيل. واحد في الطوموبيل؟ لا خالد خالد بلا شوها بلا فضيحه. هز الدريه اختك وصل للدار. صافي هز الدريه اختك وصل للدار. خالد في الليل اش خرجت لي في الليل؟ طلعي طلعي نتفاهم معك من بعد. طلعي خالد ما تنساش غدا تدوز عندنا باش دير الشكايه ديالك. شكرا بارك الله عليك. خالد ما عليك. كانت فين الوالدة؟ مشيت لحقت على هاد السيبيرو قالت لك بلي قلبها ضاق عليها. مشيت خديتها ضربت بها دورة في لاكوط باش ترتاح شوية وجبتها. الله يا وليدي الله وخلعتني عليكم. مالك وليدي؟ عييت أمي متى عييت؟ عرفت وليدي عرفت هاز اللي ما قد عليه. ولكن اش غدير وليدي هلا يخطيك علينا. راه فيك با وفيك خويا تا هو الكبد ديال العهد العائله. الله يخطيك علينا. الله يعطيك الصدر يا وليدي اللي ما يبدا ولا يخسر. ربيع صباح الخير. واش هادي مع عمرك ما باقا تهضري معايا؟ ما كاينك لاباس. لا نسيتي اش درتي البارح؟ وصافي خلاص ربيع واحد تمشي معاه وديري لي خاطرو يعطيك ميل جي غاماش فيها. ما عمرني ما غنحقق لك حلمك. ودابا سمحي لي عندي محاضره. كلخه مشي شوفي لي معايا انا بصح ماما يلاك تمشي عندو للدار. لا اختي الدار ما نقدرش نمشي معاه. كتقولي لي لا شوفي سوا ديري داكشي اللي تنقول لك سوا الله يعاوني معاك. اوكي يلا باي باي. خويا جاب كبير يالله. شحال ليا مالك ياك لاباس؟ خويا الطاكسي ديري الاضراب وانا باغا نمشي للوزين عندي واحد لاكوموندو مزروبه يا خويا. اش عيب يالله هذيك راه هذا هو النهار اللي انا كنضرب فيه يديا شويه. دابا غتزيدي انت ديري لي الكرسي الخاويه. ها العار خويا راه غتجري عليا بنات المحل. يلا طلعي على طلعي راه هاد النهار الاضراب هو اللي حنا تنخدموا فيه ونتمنوا من الله يبقى هاد الاضراب ديما. الله بسم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عندي واحد لاكوموند ديال الزبده عليا. عليا وي الو مدام سعاد لاباس لالا؟ بيان سور الله يودي الله صافي انا نكون عندك لقيتها بدات تكوني هانيه. صافي انا موجود. صافي تبارك الله عليك. لالا نمشي للدار بدل حويجاتي وندوش ونجي لعندك. تبارك الله عليك. سلامة لالا. سلامة. ايوا جيت على خاطرك. شتي راه درت ليا وجهك وجه الخير عليا. غير جيتي وربي سبحانه وتعالى جاب لي واحد الكويرصه من داك الشرفع مع واحد خيتي مقرمه مزيان. والله العظيم. تمشي شي بلاصه؟ غتوصلني عند شي ناس. عندك الفاميلي هنا في الدار البيضاء؟ لا لا صحاب بابا عرضني على العشاء.
اه مرحبا لاله بصحتكم تفضلي راه خصك الطوموبيل درت لها شامبوان بصحتها مزيان تفضلي مرحبا الله فرحان معايا انت اليوم والله العظيم الا فرحان سلامة مدام تفضلي قد سنة صباح الخير مدام سعد وصلات صباح الخير كنت متأكد أني أنت حتقبلي عزومتي على العشاء أكيد مرحبا بنتي سعد الله يبارك فيك السعد مرحبا وكيفاش تجي للمغرب والسير مزي هو اللي خبرني باللي أنت هنا لا راه كنت غنتصل بك يلا وصلت البارح والسي رمزي شتو خدات رجلو على المغرب ها؟ انت عارفة انا بحب المغرب بزاف وما تنسيش ان امي مغربية وما عندي ميت سالك السي عبد الرافع بقيتي وافي للسي رمزي انت عارفة محبة الوالد ديالك عندي قداش كان الله يرحمه بحال خويا وكان ديما كيوصيني على السي رمزي باش نسهر ليه على الاعمال ديالو ما تصوروش هاد الليلة شحال انا فرحان واخيرا تجمعنا من جديد المنظمة مبسوطة بك قوي يا سعاد وخصوصا لما عرفت ان انت اللي حتديري الاعمال دي كلها بعد ما سابها لك جوزك انا ما عندي حتى شي علاقة بالاعمال ديال راجلي خصوصا هو كان ديما كيبعد لي على هادشي ديالو وعلى داكشي قررت انا نبيع كاع الشركات ازاي الثروة اللي انتوا فيها دي كلها المنظمة اللي ساعدته فيها وانت اكبر بكتير من ان انت تنكري كده هذيك المنظمة هي اللي قتلته في الاخر هو اللي ما كانش ذكي وعدى الخط الاحمر عشان كده قتلوه سي رمزي كسحب لي عرضتني على العشاء باش ندوز وقيت زوين ماشي باش تهددني الله يهديك يا بنتي بدلوا علينا هذا الموضوع اش ظهر لكم الا ناخذوا شي كاس او نتعشاو احسن نتعشى احسن تدلو. هادو بستيلات صوبات في الدار خصيصا على قبلك السي رمزي انا بحب الاكل المغربي بزاف بقالي كتير ما جيتيش المغرب يا سعاد انت عارف علاش وفجاه كده قررتي تيجي ما فهمتش هضرتك بص يا سعاد انا راجل دغري كلنا هنا في المنظمه شاكين في وجودك في المغرب لان كل الاوراق والمستندات معاكي السي رمزي ما عرفتكش علاش كتكلم الله يهديك يا بنتي سعاد انت عارفه المنظمه علاش قاده الا عندك شي حاجه ديالهم اعطيها ليهم وهنينا ولو عايزه تنسحبي وتنفصلي عنهم رجع لهم اوراقهم الو خالد وجد راسك انا جايه انا من اللي قبلت الدعوه ديالكم قلت نشوف الناس اللي تربيت ما بين يديهم بالحق اتضح ليا ملي مات الوالد الله يرحمه ماتوا الصحاب معاه سعاد احنا صحابك وخايفين عليك سعاد الله يهديك يا بنتي مجنونة بركه على الطريق انا
ما بغيتش هاد الفلوس. على من هما هاد الفلوس؟ شوفي مدام سعاده، ما نقولك واحد القضيه وما تاخذيش مني قلت صواب. انا الخبز الحار ما كناكلش منه، وهادشي ديال بنات الليل والفيلات. أغيت عندك جبرك الله، انا بنات الليل راني سيده اعمال، ولا نتوما كلشي عندكم في قفه واحده للاسف. اما مدام سعاده، مدام سعاده ياك ما قفرت يا حمار. خالد أبوي بزوجتي، أبوي بزوجتي خالد. في صورتك ولا ماك تدخلي؟ أنا عاقل على شي صورتي ما نشوف مصيبة أخويا. واش كتدقي؟ خويا عتخري قلب على وليداتي أخويا العار. وليداتك فين مشاو؟ وليداتهم ديك المرة بالعمقة ما جاوش ليا. المرة اللي كانت معاك وعلاش عطيتيها الولاد؟ واش غنقول لك اخويا؟ قبع الله والفقر، كنكري منها كتمشي تطلب بيا من النار. واش كاين شي واحد كيكري ولادو؟ ولادي قواصك كنتي انت يا خليني عليك. ولادي تشوفتهم في الفيروز تطلب بهم واحد المرا. فيروز؟ اش من فيروز؟ والله ما عرفت. واش والله ما عرفتي؟ شوف عقل اينا فيروز شتيه، اينا فيروز؟ والله ما قلت. اجي الى الدين، الى ديت الى ديتك الفيروش تعقل عليه. والله ولا اعلم، والله ولا اعلم. وبي راه مصبق. واش دابا تيكي شي واحد تيكري ولادو؟ واش تبسطيها؟ قبع الله والفقر اخويا، اش غندير بعلامي؟ واش انا بقيت خدمه ما خدمتش؟ يلا بعينا مسوكفك اخويا دابا. يلا صافي صافي، اتكلمي اتكلمي. هذه اكيد واقيلا شدوها ولا داو مع الدار. صافي 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 صافي، احنا نحاولوا نلقاو الحل. شوف غادي نديك دابا معايا في الطوموبيل ياك، وغادي نمشيو نقلبوا ونحاول تعقل فين شتيها. واخا واخا، يلا زيد. يلا وليدي يلا يلا يلا، وانتم قاعدوا من قاعدوا عندنا تسع ساعات. Allô, oui? Ah, t'as bien fait d'appeler. Non, j'ai pas trouvé la carte. Donne-moi l'adresse. 165 boulevard Ruelle. D'accord. Merci. J'arrive tout de suite. Bye.
شكرا على مدام. اش بغيتي عاوتاني؟ جيت باش نتصالح انا وياك. بصراحه انا اسف على داكشي اللي قلت لك البارح، ما عرفتش علاش، لان بصراحه عندنا بعض الظنيات. مرة الواحد كيشوف شي حوايج راه ما تيبقاش عارف اش كيقول. خذي من عندي هذا الورد واخا ما تخدمينيش معاك. وما كاين باس، حيت الدرجه الشريف كتخدم بكرامتك، انا غنخدمك معايا. تخدميني معاك؟ فاش؟ شيفور. فاش؟ شيفور، ما كاين مشكل. على شر. اشنو؟ ما تفتحش فمك. صافي. ما تدخل حتى شي حاجه. صم بكم فهم لا يقشعوا. انا غادي نمشي معاك بحال لا الطوموبيله يا داكشي. انا عايزكم تراقبوها كويس قوي، ضروري نوصل للمستندات ونعرف هي ناوي على ايه. وخاص يا رمزي، ما يكون غير خاطرك، المستندات غادي نجيبوها. اكيد هي عايزه تعرف ابوها عمل ايه، والثمان سنين اللي فاتوا لما كان في المستشفى حصل له ايه، مش كده؟ اوعى تقول لي ضيعتوه هو كمان. لا، هو في الحقيقة هادي شحال ما بقيت مشيت للمستشفى، ولكن راني موصي الرجال ديالي، إلا وقعت لي شي حاجة غادي يتصلوا بيا. إزاي؟ بص، تروحوا دلوقتي المستشفى، تخطفوا أبوها، وتخلوه تحت رحمتكم، عشان هي لو عايزة تعمل حاجة كده ولا كده، تبقى عارفة إن أبوها تحت رحمتنا إحنا. ولا عليك، غادي نمشيو نخرجوه من تمام. غير تهنى. يلا، تبعوني. الله يخليك، ما حتى شي واحد يعرف بلي عندي علاقة بهذه القضية. اسي مصطفى، انا مقدره التخوف ديالك، بالحق راك عارف اهميه الموضوع عندي. المهم هالعنوان ديالو حاولي تصلي به، هو اللي يقدر يفيدك. ميرسي، بارك الله فيك. شي اخبار زوينه؟ هاك خذني هاد العنوان. متاكده باغا تمشي لهاد العنوان هذا؟ ايه، علاش؟ وحيت هذا راه حي شعبي مزيان. ومن بعد تحرك. خليك تعرفي. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. الله يخليك، الدكتور بن موسى. الدكتور بن موسى؟ التقاعد ديالو هذيك اكثر من 5 شهور. كاين واحد المريض من العائله ديالي عندكم، الدكتور بن موسى هو اللي مهتم به. وشنو سميتو؟ احمد الوهابي. احمد الوهابي. ديزولي سيدي، سي الوهابي انتقل من صحه اخرى هذيك اكثر من 5 شهور. كنظن الناس ديالو مابقاوش عندهم لي موين باش يخلصوا عليه. ما يمكنش، كان خصو ياخذ اذن من عندي باش يخرج. ويني عبد الرافع المسناوي هو يطلب الاذن ديالو باش يخرج من هنايا. الا سمحتي، الاستاذ هو استاذ عبد الرافع المسناوي. الله يخليك، دابا واش ممكن تقولي لنا الى السبيطار مشى عليه؟ ما يمكنش ليا سيدي، ويني كنظن كاين 4 مصلحات عموميه هنايا عندنا في المغرب، غيكون سيغمون في وحده منهم. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. باين هذا شي حد انتحل الشخصيه ديالك، وخرجوا من هنا. اوكي. الو سي رمزي، باين سعاد ورا هذا الشيء كلشي. مرحبا، هيا ما تكون غير نطلع معاك؟ لا، غير تسناني هنا. ما تخافي زعما؟ وصافي، اش قلنا؟ حيت الحي الشعبي والقضيه. تسناني هنا. واخا. اش درتي معنا في جايج؟ ما مشيت نلقاك، انت ما عندك ما يدير. وانت باش درتي معايا في جعبتي انا؟ اش من جعبه؟ وداك البريكو اللي درتيه معايا، دابا انت درتي لاباس ورسماتك الساطا. واش بغيتي نديرو فضيحه في الدرب عاد انت تعيق ولا شنو؟
واش عمر شي موني طاكسي دو معاك حتى تاع ديك بريمي كونفيرونس؟ كيهضر معايا على موني طاكسي بغيتك تستدر انا معاونكم عليه. خير عمي انا سعاد عقلتي عليا. يلا دوا معايا ولد خويا. تفضل يا بنتي تفضل. You gonna talk, motherfucker! شو علاقتك بيها؟ ما كنعرفهاش كيف ذا الشيخ سمور؟ فينا هي؟ ما كنعرفهاش يا خويا ما كنعرفهاش. ما كتعرفهاش؟ أنت كتعرفها دابا. يلا ننزل تحت، نديك في الطوموبيلات. لا ماشي الطوموبيلات لا. أنا نقول لكم كل شيء دابا. كيفاش مات با؟ حيت أنا شاك أنهم قتلوه. باك ما ماتش أبنتي. كيفاش؟ باك مازال على قيد الحياة. عبد الرافيع ورمزي وراجلك. هما اللي اتفقوا على هاد الخطة هادي وهموه بعد ما ورطوه لأنه ولا بغي يفلت من السجن كيخصو يدوز واحد المدة في سبيطار الحمقين وأن راجلك غادي يضمن ليه مستقبلك بعد ما مشيتي وكتشف الحقيقة هددوه بأنه إلا تكلم ولا قال شي حاجة غادي يقتلوه. دابا انا هضرت معاها خلينا خدامين مع السيده مسكينه ظريفه بغات تفورني علينا انا ما غاديش ننسى لك واش دابا انا عمري خسرت لك وباش ما يتم الاتصال بيناتكم وهموك بانه مات بسكته قلبيه باش تفقدي الامل نهائيا ولكن الله كبير بنتي الله كبير اعطيني جعبتي وخليني نتفك معاك انا مريض انا راه مريض لا حول ولا قوه الا بالله ما ماشي حل وصافي فضلتي تعيش بحال الكلاب خساره كون ساعفتيني كنتي غادي تكون بحال بنادم اش حمالي تقول لي با كنت كنحس بك فحال با حرام عليك حرام غلط ديال باك هو اللي بغى يدير فيها شريف وما فكرش في العواقب ودابا بغيتك تقول لي فين هو واخا نموت ما تعرفوش فين كاين ماشي انت اللي غتموت هي اللي غتموت لا غير قولي هدا عليها انا نقول لكم فين كاين غير هدا عليها هدا على بنتي ما تعديش بنتي Thank you.
نخرجوا باك في اقرب وقت ممكن من السبيطار قبل ما يوصلوا لي. اي ولكن كي غادي نديروا الحراسه جد مشدده. من على هاد المشاكل اصاحبي منا انا كنطر منك شويه ديال الفلوس دخلتي من جهنم وحنا هاد راه واش اصاحبي صافي خلينا نتفاهموا. شوف مدام سعاد انا بغيت نعرف اش واقع. خالد احسن لك بلاش ما تعرف. 48 ساعه دوزتها معاك شفت فيها العجب. هادو خياتنا اللي كانوا تابعيننا من المطار ودابا كانوا غادي يقتلونا كانوا غادي يقتلوك حتى انتي. خصني نعرف اش واقع. هادي 8 سنين عند الرافع داك الراجل اللي قصر لي شتي. Ça va pas déranger la famille? Là, ma question, moi, je suis là à l'hôtel, là, tu veux que tu me... انا لحد الان ما عرفتش علاش غيشدوه. الدري كيمشي لمدرستو كيمشي للمعهد اشنو ما عرفتش علاش غيشدوه. علاش كانوا كيشوفوا بورطابلات ونقص الزيزوار؟ كيفاش وليدي خويا ما كيسرق البورطابلات مظلوم وليدي هادشي علاش هو خيطيبي طيب عندك بسخوط ديال الزيزوار وليدي مظلوم. هادي ما تكون غير السعديه ملي درت معاه في السوق واش انا طاريه لولدي حبيبي. اش من سعديه اش من سعديه ما كاينش اللي مخمن الدك الولد ومتسرو قدك. شي عباد الله انا كنضل نجري باش نجيب لكم طرف ما تاكلوا وما تحنجروا وما كاينش اللي دافع. هاد حيتي هادي اللي باركه حتى 12 الليل ديك المره نسات الليل خارجه ودابا ولدك كيخول البورطابلات واش باغي نسطيو لي أبا وليدي أنا مزيان كيف كاع أنا ما سوقيش فيه ما تنعرفوش خليه يشد لا بغا يشد. أباك أوليدي أباك ويمدي 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 صافي كاع عبد القادر أجي تجيب ولاد كامل بدو فيا. صافي أنت فين مات وحلي عيطي لعبد القادر ما كاينش اللي سكت لي القلب وصيفطوا الروضة قدك. ربيعة جابني تيجلاب تجيبها لي أنا غادي نمشي نفك ولدي. أجي فين غادي تمشي فين عارفة فين تمشي بعدا. أنا غنمشي نشوف Je viens avec toi. لا سعاد خليك اسمح لنا على هادشي اللي وقع اسمح لنا الحاج اما الضياف عندك تنرجع الله يفهم الله فيه مولدي مشي معاك فين غتمشي معايا فين ويلا ما جبتي لا ترجع شي سي محمد سي محمد راه من هنايا ها سي محمد 5 دقائق اخويا انا خارج الله يرضي عليك 5 دقائق السلام عليكم الله يجازيك بخير بغيت ندخل نشوف واحد الاخ ديالي جابوه ممكن بارك الله فيك صافي راه هضرت مع السيد نعم سيدي خالد وضح ما كاين هنايا خليه يدخل تفضل
سيدي انا راه خويا راه ظريف ولد الناس والله عمرها دار وانا ما عرفتش علاش جابو خويا راه والله ما دير شي حاجه الا كان كيخول البورطابلات انا نخلصو بالعباد الله غير ما تاديوش وما ديروا له والو انا مزوق فيك العام سيدي تفضل جلس جلس ارتاح بالك هادي السيدة نيلسون من السي اي اي وهذا المقدم احمد الفولي من البوليس المصري بوليس المصري خويا ارهابي خويا ارهابي انا مزوق فيكم من اكيد شي وحدين هما اللي بغاو بالعالي تفلاو علي ولاد الحرام وعمروا لي راس عرفتوا دوك الناس اللي ما فحالهم شيء كيديهم ويتكرفسوا عليهم وعمروا لهم رسوم ويرجعوا ارهابيين يا خالد احنا جبنا اخوك من غير ما نعمل اي شوشره لان احنا كنا واثقين ان انت هتيجي انا ما ندير والو انا خطف البوليس اتفق معكم وهادشي البوليس معاونين معايا في بعض الخطرات لانهم كيحنوا لي عارفين اني كنجري على وليداتي انا انسان بسيط وتمشي بوسط الحيط ماشي تفجر بالحيط انا عايز اعرف ايه اللي بينك وبين سعاد بالضبط يا خالد سعاد كل سعاد هي سعاد اللي جبتيها من المطار وخديتيها للوطيل وحنا متاكدين وعارفين بانها عندك في الدار سعاد هذه كليانه ودخلتها من المطار ومن بعد قالت لي بغاتني نبقى خدام معاها ندورها في المدينه ونديها لدارنا لانها كتبغي الاحياء الشعبيه وبغات تاكل الرفيسه العاميه وامي انا كتصاوب الرفيسه العاميه بالحلبه وديتها باش تاكل الرفيسه العاميه سعاد متجوزه من عنصر مهم جدا في المافيا الايطاليه كل هدفه تدمير شمال افريقيا مصر تونس الجزائر ليبيا والمغرب يا خالد عشان كده يا خالد احنا عايزينك تتعاون معانا تتعاون معكم فاش انا ما بدي باش غنتعاون معكم خالد انت بتحب المغرب طبعا الحال كاين شي واحد ما تيبغيش بلاده واللي بيحب بلده مش يخاف عليها؟ اتكلم يا خالد طب طبعا الحال انا خايف على بلادي شو ما تخافش على بلاده خالد انا عارف انك ولد جدع زي الجدعان عندنا في مصر في شبرا وفي بولاق عشان كده انا واثق ومتاكد يا خالد انك هتتعاون معانا خالد هذه بلادك وبلادنا ما كاينش اللي غادي يحميها من غيرنا احنا المغاربه اللي غادي نحميو ونصونو بلادنا تفضل خذ خوك وسير يلا يا خالد يلا سير خالد عايز اللي حصل بيننا ده يفضل سر واي معلومه جديده تختارني فورا ده كارتي كلمني على طول خالد نعم عايزك تحط المغرب دايما قدام عينيك يا خالد بغيت نفهم واش انا عمرني قلعت لك شي حاجه عمرني خسرت لك في شي حاجه طلبتيها وما عطيتهاش ليك علاش كدير هكذا علاش عوض فاش ديها في قرايتك تابع ليا دوك السلاك دوك كتخول البورطابلات مع السلاك ديال الزنقه غادي تسكت ليا القلب لتا اختك طلع غنتفاهموا من بعد اسمح لنا اخويا خالتي اش كاين ولدك كريم طلقوه هو جاي دابا مع خالد اشنو فين هو كريم جاي يا فرحي يا سعدي ربيعه انا بنيتي الغربه غاري الغربه وقف وليدي وقف عفص عليهم وليدي قلبي يعرس عليك عفص وليدي انا سلمتك حبيبي انا سلمتك طشتك حبيبي طشتك يا وليدي الحمد لله لطف الله كود وليدي كود ياك ما ضربوك ياك ما دار فيك شي حاجه ياك متقن وليدي ياك حبيبي ياك الحمد لله ولكن ياك وليدي ياك تنقول لك لا
الله واسمحوا لي ما طهليت فيكم وعطيتك صواب انتي والحجب باك سمحي لي بزاف حاد الله يرضي عليك ابنيتي وقع بس خالتي وقع بس الحمد لله لسلمت الله يسلمك تبارك الله تبارك الله صلى على النبي على تريا النقا والزين كيف نعماتي الله ويلي 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 والله ما عشقتك عروسه لولدي خالد الوالده اش الهضره هادي هادشي دابا انت قلقتي حكيمه خلاص بركه عليهم البصاره شوف تبارك الله صلى على النبي ويلي 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 شوفي اليوم غادي نعرض عليك الواحد العرس ديال جيراني غادي تبرزي باش نوريك ليهم بغيت نمشي للعرس خالتي ماشي بالعرس اللي راه كيرش من عرس من لا 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 غادي تديك معايا بنيتي غادي تمشي تبرزي معايا ما جيتش معوله ما عنديش الحوايج خالتي صافي خلاص عندي لك واحد مولات التقشيطه غزاله كان في الصلاه ليا سيدي عبد القادر الله يرحمه ويوسع عليه الخدمه ديال ولدي خالد مرحبا بنتي الوالده الله يهديك واش هي عندها الفورم اللي عندك هذه راه الله تخشفكم شوف وثانيا دوك التكاش ديالك راه كلهم فيهم ريحه الكافور بعدين السيده اوليدي تخصو قراص كذا شغل العيالات زيد يا بنيتي تقيسي نوضي نوضي يا بنيتي نوضي سعاد ما تلبس ما تلبس ما لا لا سعاد ما تلبسيش حوايجها راه خصك ديزانفيكتاي السلام والسلام على اللي العرقي سيدنا محمد تنزي ورسمه السلام والسلام على اللي العرقي سيدنا محمد تنزي ورسمه دابا غادي نقدم لكم صاحبي ولد الدرب ترانسبورتور خالد خونا كامل باش يغني لكم خالد خالد غادي يقدم لكم اغنيه رومانسيه من القلب الى القلب الله يلاه حشمتونا كاع ما مغني ما والو انا غادي نغني لكم واحد الاغنيه اللي كعزيزه عليكم بزاف واخا والو 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 ما كاين والو والو ما عندنا والو 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 والخدمه والو والو القرايه والو والو الرياضه والو الناس ظريفين بزاف الناس بساط تيقلبوا غير على سقف فين يتخباو والقليل تيفرحوا وبحال هاد الافراح وبحال هاد بحال الحفلات هي متنفس بالنسبه ليهم خالد انت انسان طيب وقلبك كبير ولكن جيبي خاوي الفقر كاينهش فينا وممكن تفرج لينا الفلوس ماشي هما كلشي انا كنعرف ناس اغنياء بزاف ما عندهم لا اخلاق ولا الشهامة ديالك ولا الرجولة ديالك خالد انت وليتي شي حاجة مهمة عندي وانا مستعدة نعطيك حياتي حقا حكيمة بالنسبة لي هي كل شيء وهذه سنين وهي كتسناني وانا ماشي من طبيعتي نخون حتى هي مسكينه كتسنى واحد النهار يضحك ليها الامل ونديرو ديوارتنا ووليداتنا سعدات حكيمه بك ويا ريت كاع الرجال فحالك كيبان لي راكي عيتي طلعي ترتاحي
سوني انا جاي بلاتي. شنو غنديروا بعدا في القضيه ديالك؟ خالد انت مسؤول على العائله وهادي مشكلتي وانا قاده بها. دابا كي جيت كاين انا راه ولد البلاد وصحابي ما كندوزهمش وغادي نعاونك حتى تخرجي برا. خالد عنده الحق بنت خليه يوقف معاك، انت هي وحدانيه وانا انا كبرت، دابا القضيه هي كنديرو تنخرجو برا. خالد عطيني خويا شحال كيمشي في حالي ما قاد على ما جلس النار انت وتبت جلس. شوف انا عندي فكره كيفاش نخرجو. شناهي؟ غادي خصنا غير شويه ديال الحوايج. ماشي مشكله، اجي نزل معايا لابونك غنقضيو شي مسائل، هي هذيك ناخذوا الفلوس ونمشيو ناخذوا اللي بغيتي. داكوغ. خويا انا ما نقدرش نمشي معاك. علاش غادي تمشي معنا باش نخرجوا با؟ ياك باغي الجعبه ديالك وطلع معنا. لاصق فيا من الدرب ودابا كتقول لي ما نمشيش. طلع. خالد 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 انا راه ريسيرشي. بونجور. بونجور. سا فا؟ تري بيان ميرسي. بونجور سيدي. الحمد لله ميرسي. انستالي فو. Je vous présente Khalid, mon ami et mon bras droit. مرحبا سيدي. Désiriez-vous boire quelque chose ? Non, non, merci. انا انا ما كرهتش واحد نص نص كبيره وشي بتي باو شوكولا. افطرتش. تبوطونا على الفطور. الله يخليك الفيرمون ديالي وصل. انا ماما الله يخليك. وي 30 مليون دورو سي سا؟ وي. Et j'ai reçu aussi les documents que je suis censée vous remettre en main propre. Merci Lala. Là, je vais vous donner un coffre et je vais vous donner Khalid. Vous êtes sûr? Oui. C'est lui qui fait le travail de l'homme qui est venu. Comment vous êtes, Lala? Bonjour. Bonjour. Je vous présente Madame Souad, mon supérieur hiérarchique. Enchantée, madame. Bonjour. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir comme cliente chez nous. J'espère que mademoiselle Siham vous donne entière satisfaction. Oh oui, bien sûr. Madame, quand avoir un coffre chez nous? Pas de problème. C'est avec grand plaisir. Tout à l'heure. Merci. Bien. Comment est-ce que vous êtes? السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يخليك المدير ديال المؤسسة. شكون يبغى سيدي؟ هذه تفتيشية مرباط. واخا سيدي. ها المدير. السلام عليكم. أنت المدير؟ يا سيدي. وقف مقاد وهضر معايا الله يخليك. عيطت لك الوزارة؟ لا. كيفاش لا؟ كيفاش لا والوزير بيدو وقف على هذه المأمورية؟ أولا تنقدم لك الدكتورة أمل اللي هي من المنظمة العالمية ديال الصحة. ودابا كتقوم بواحد البحث هنا في المغرب على جميع المستوصفات والمستشفيات ديالنا، وبغينا نديروا واحد نظرة تفقدية على المرضى ديالنا اللي كاينين هنايا، باش نعرفوا الحالة ديالهم كدا وبيني وبينك، راه بدات كتوصل لها شكايات ماشي مزيانة من جهتك. وعندك شي ديتي أور دوميسيون؟ معلوم عندي أور دوميسيون، حنا كنتفلاو هنا، تفضل. وما تقراش دابا لأن ما عندناش الوقت، دابا خصنا نمشيو نشوفوا المرضى. الله يخليك ما بغيتش دقيقه واحده تعطلي تعطلتي دقيقه وانت اللي غتحمل المسؤوليه ديالك. واخا سيدي تفضلوا تفضلوا معايا تفضلوا معايا تفضلوا معايا تفضلوا سيدي. انت ما تحركش من هنا، ما تدخل حتى شي حد يدخل ولا يخرج، فهم؟ سعاد خليني ندخل في الدكتور عبال خليني ندير خدمتي، فهم؟ نعم تفضلوا. شكرا. سلفاك تفضل الدكتوره. الله يخليك خلينا نديرو خدمتنا. لا لا تفضلوا معايا. لا دكتورة الله يخليك خلينا نديرو خدمتنا. ممكن نشوفوا هذا المريض لأن خاصها تدير معاه البحث. تفضلي. لا دكتورة ديرو خدمتنا. تشوف المريض تفهم معاه باش تعرف البحث وتعرف الامور ديالهم والحاله ديالهم كيفاش عايشين، لان هادشي خصو يوصل الرابور خصو يتكتب هاد العشيه. حسن غادي تشوف لي هاد
تشوف لي حد مع الوزارة ديالنا وشوف هاد لورد ميسيون واش مزيان ولا ما مزيان. يلا سربي 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 الله يرضى عليك سربي. خدمة تخصوي الدكتوراه داكشي من العالم من المنظمة العالمية لسميتو الأمراض العقلانية. الله سامحيني أنا السبب في هادشي كله. واحد دقيقة الله يخليك. هادشي راه ما بان ليا فيه لا وزارة ولا والو. اش كتقول؟ هاجي معايا وانت غتسمع. هاجي معايا دغيا. يلا يلا واش هذا وقت الحنان؟ واش هذا وقت التعناق عباد الله سربي دغيا. كيخليو باش نخرجوه؟ شوفي غادي نعطيو حويجي وغادي نخرجوه. كيفاش؟ ولا عليك انا مكلف الشغل. يلا صافي دزيو خلينا نخرجوا حنا غادي نصدقوا حاصلين. يلا يلا عليوات اش كدير انا عليوات؟ لا 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 تلفت ولا ما سميتيش عليوات انا مصطفى. مصطفى خديت الدواء ديالك مادام؟ لا الدواء اسمع الحمد لله جيت مع صاحبي خالد الوزير للترونسبور. الوزير واخا غير تدخل تاخذ الدواء غادي. فين غناخذ الدواء انا جيت مع صاحبي ترونسبورتور. غادي تاخذ الدواء خالد فين غتمشي انا باش تعي غير واتر. شنو كاين سامحيني بنيتي سامحيني عدلتك بزاف عدلتك بزاف بنيتي عدلتك بزاف الحمد لله. يلا يلا سمت حالكم لنايا انا كان بالي غادي نديكم الدار عندي تخباو. لا برك عليا من التخبيه كفان داكشي اللي تخبيت من شحال هادي. الحمد لله ملي لقيت بنتي غادي نمشيو للبوليس نخبرهم. برك عليا بابا شحال نقولوا للبوليس واخا المستندات اللي عندنا نقدروا نمشيو فيها حتى حنا ونقدروا يقتلونا قبل ما نوصلوا. معليش بنتي معليش معليش الراجل هو اللي كيموت على ولادو ولا على بلادو. صباح صباح المهم نتحركوا من هنايا وغادي نفكروا من بعد شنو غنديروا. يلا طلعوا يلا صافي طلع 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 شويه عليك يا خويا يلا طلع هضر ما عندي لا ولاد لا بلاد عطيني جاب تمشي فحالي انا روسيرش يا اخي انا روسيرش انا الحمد لله.
يا هلا يا هلا، الحبايب كلهم مجمعين مية مية. ها مستر رمزي، كيف وعدتك جمعت يوم لك كلهم هنا، ما تبقى غير على خاطرك. خسارة الفلوس يديروا فيك بحالك دا، تبيع ناسك وبلادك ونتيرك صديقي وحبيبي وخويا ودير فيها هكدا ما تحشمش. تبغي تحرمني من أعز حاجة عندي تمسنين وبنتي غيبة عليا وتوهمني أنا تبوع من طرف البوليس، ما تحشمش. اسكت من الكذوب، عمرك ما اعتبرتيني خوك. أنا بالنسبة ليك بمثابة خدام عبد ديالك. علاك أصحاب لك دابا وليتي سيد؟ ديما عبد وغتبقى ديما عبد. بالحق الفرق أن اليوم سيادك كلاب. كلاب كلاب، أنا عايز المستندات وتمشوا تتكلوا على الله وخلاص. أنا ما عندي تشي مستندات وما عندي تشي علاقة بهذه المنظمة اللي كتقولي عليها. الراجل اللي كان خدام معاكم قتلتوه، وأنا ما غنبيعش بلادي على الفلوس. ولا بغيتوا قتلوني قتلوني. أنا مش حقتلك أنت، أنا حقت الناس حبوكي وساعدوكي. هاتوه. انا عاونتك بما فيه الكفايه، ولكن القضيه كبرات ولات فيها عائلتي والموت. انا ما يمكنش ليا نتعاون معاك. انا نعرف المستندات فين كاينين، هي ندير لي توكيل على جميع الاموال ديالها. المستندات كاين في واحد الكفر في البركه. انا مستعد نجيب لك ولكن تخلي عائلتي تمشي. هو ده الكلام، وتيجي هنا بالمستندات تاخذ اهلك وتتكل على الله وتدور معايا. يعني يعني تعطينا شويه الفلوس. هو ماله عايز كام؟ مليون. وماله روح يلا. يجي مليون مش خساره فيك. يلا روح. وماله 3 مليون. بقول لك ايه، انا انا ما عندي والو، ما عنديش فين نسكن. 8 سنين وانا خاطب بنت وما لقيتش حتى عشا نتخزنوا فيها، ودابا جات الفرصه باش ندبر على راسي ونعيش حتى انا بحال الناس. تنقول لي غنبيع بلادي. انا غنمشي نجيب لك المستندات. تجيب المستندات هنا، حستناك هنا. لا ما نجيبوش هنا. انا غادي نبي بك وانت عيط ليا ونقول لك فين. صافي. على السلامة. جبت المستندات؟ فلوسي. ادوله فلوس. العائلة ديالي كلها تدوس. وعيلته كمان. سعاد وبا حتى هما يجوا. لا بلاش، يخلينا معاهم حسن. أشرف لينا نبقاو هنا. اللي بغيتي. الظرف فاضي. فين المستندات؟ انا انت احمق، احسب لك انا غادي نبيع لك بلادي؟ انا واخا تعطيني ملايين الدنيا كلها ما نبيعش لك حبه وحده من التراب ديال بلادي. برافو عليك يا خالد، انت ديال بصح ولاد البلاد. لا وطن يا واد. خلصوا عليك. بلاد
انتم قتلتونا، منين غتخرجوا؟ فين غتهربوا؟ المكان كله محاصر. أنت عارف إنك هتيجي هنا لأني عارف تفكيرك كويس أوي. فاكر نفسك هتهرب زي ما هربت في إيطاليا؟ أنت عايزين مني إيه؟ عايز أخدك لمصر، أخدك لأهلك وناسك، الناس هتلاقي ناس بتحبك بجد، الناس اللي بيحبوك بحق وحقيقة. كانوا فين الناس دي؟ أما كنت في إيطاليا مرمي في الشوارع. مصر ما بتسيبش ولادها يا رمزي، مصر بتحمي دايما ولادها، لكن انت كان طموحك كبير كبير قوي يا رمزي، فضل يكبر لغاية ما دمرك. كنت فاكرهم هيسيبوك لغاية ما تكبر يا رمزي؟ لا، اول ما كانوا حيلوك بتكبر كانوا حيقتلوك. انا اللي حقتلك، حصفيك. اضرب يا رمزي، اضرب. ايه، مش قادر تدوس على الزناد؟ اضرب يا رمزي، بس خد بالك لو قتلتني هتلاقي 80 مليون مصري بيجري وراك. اضرب يا رمزي. لا، انا مش هقتلك لانك جبان. لا، انا هسيبك ترجع مصر. مصر ما اشتقتش لمصر يا رمزي؟ ما اشتقتش لحضن امك؟ طبق كشري بتدق في السيده زينب وفي الحسين؟ ما اشتقتش لمصر يا رمزي؟ اضرب يا رمزي. هقتلك. اضرب. هقتلك. اضرب. اضرب يا رمزي. هقتلك. اضرب. انتوا عايزين مني ايه؟ ايه؟ أنا مليش دعوة بحاجة خالص. إيه؟ مصر دايما بتحافظ على أولادها يا رمزي، ما بتسيبهمش أبدا. خدوه. أنا متشكر يا سيادة العميد. وأنا بدوري أشكرك يا أستاذ أحمد، وأتمنى لك التوفيق إن شاء الله. متشكر جدا. الله يبارك. يا خالد، أنا بشكرك يا خالد، أنت بذلت معانا مجهود كبير قوي، بشكرك عليه. لا الله يودي، أنا بلادي هذه وأنا الحمد لله اللي تعاونت معاكم. تبارك الله عليك يا سي خالد. الله يبارك فيك. الله شكر يا خالد. الله يبارك فيك، الله يعاونكم. تبارك الله عليك يا خالد. نعم يا سيدي. ذكرتي. الله يخليك، ما باغي لك روت لا مولاي بوي. واش أنت ولفتي؟ أنا ما باقيش باغي نخدم معاكم، أنا ما عنديش مع البوليس بعدا كاع. الله يعاونكم. يا خالد، الكارت ده بتاعي أنا، في رقمي في مصر، عايزك أول ما توصل مصر تكلمني فورا. هاتي المصر هذا، بغيتي نجي عندك؟ والله الا ترى باغي نمشي للمصر، عرفتي ديك البلاد كتعيش مني؟ ما كنشوف داك، وبغيت ناكل داك الكشري والفول المدمس، حيت كنشوفها في التلفزيون، وبغيت نطلبك على واحد القضيه. تفضل. ملي مشيت تماك صيفط لي الكاسيطات والاشرطه ديال عصام كاريكا. انت بتحبه يا خالد؟ كنموت عليه الشنا كاع الديسك ديالو حافظه. احنا كمان بنحبه. الله يبارك فيك. بسلامة. تبارك الله عليك يا معيزو. وملي يجيوك. معيزو؟ ملي يجيوك الكاسيطات حتى نعطيني حكي منه. سمعتاش قال قال مايزو؟ سمعتوش قال مايزو؟ شكون اللي علمو هاد مايزو؟ وشوفو سولو. خذو. تبارك الله عليكم. حسناك يا خالد. مع السلامة.
سمحوا لي تعطلت عليكم. خليل أهلا عليكم، جيت باش نديكم المطار. باش غدينا المطار هيك طوموبيلتك مشات؟ لا 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 بريكونيتا وصوتها شو كملات. غنوصلوا بعد غدا للمطار. لا توصلنا، أنا معاكم حتى توصلوا إن شاء الله، ما نقدرش نتفاك عليكم. بارك الله فيك خالد، صافي لوطيل راه هو اللي ياخذونا. ميرسي بوكو، سمح لينا، نشوفكم على خير إن شاء الله. سلام. ولدي خالد تبارك الله عليك، هادو هما رجال وإلا فهم، هكذا ولاد البلاد، كتي يكونوا. الله يبارك فيك. الله يديكم على خير. شكرا مرة ثانية. طيب سمحنا بزاف.